بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا وفي هذا المساء في شوطنا السادس مع انطلاقات وتحديات هذا السباق المحلي الرابع الذي يضم نخبة من الأسماء من الشعارات، شعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة والمتواجدة على أرضية ميدان التحدي بانطلاقات وتحديات هذه الأسماء المميزة التي تحضر معنا في هذه الأشواط ومع انطلاقة سن الزمول، هذا السن الحاضر بالانطلاقات والتحديات. لنبدأ معكم بالنداء للأسماء الخمسة الأولى لنتابع على مسيرة أول المراكز من يفتتح النداء وينطلق نمر على المركز الأول. تعود ملكية نمر لهجن الشحانية والمتابعة مع محمد بن خالد العطية من يتابع لنا نمر الحاضر والمتواجد على المركز الأول. المركز الثاني القدوم لمكرم على المركز الثاني. تعود الملكية لهجن الشحانية والمتابعة مع جار الله بن محمد بن عقيل المري والنقلة إلى المركز الثالث. نتابع مشاهدينا الكرام القادم معراض. تعود الملكية لهجن المرقابة بمتابعة خميس بن سعيد بن صالح الزرعي والنقلة إلى المركز الرابع. لنرى ونتابع مغامر. تعود الملكية لهجن سيح السلم بمتابعة أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي والمركز الخامس. يحضر بهذه الانطلاقة حمران. تعود الملكية لهجن الشحانية المتابعة مع جر الله بن محمد بن عقيل المري. هذه هي الأسماء الأولى المتقدمة، الأسماء لنتابع مشاهدينا الكرام بعدما أذعنا الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة بمسيرة شوطنا السادس المليء بالحماس بالتحديات والانطلاقات بالمنافسات والفعاليات الحاضرة والمتواجدة على أرضية ميدان الشحانية. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع نمر على المركز الأول. نمر يبحث عن الفريسة، يبحث عن الانقضاض نحو النام، نحو اختطاف لقب هذا الشوط، نحو معانقة المركز الأول، نحو تحقيق اللقب بهذه المسيرة. نمر تعود الملكية لهجر الشحانية والمتابعة برفقة المشاقب محمد بن خالد العطية من يتابع لنا المشاقب تحديات المركز الأول. هذا اللي سيطر على البداية مبكرا، هذا اللي غاد الأسماء بقيادة سليمة بانفراد تام عن بقية الشعارات. نتابع الكادر الأسفل، هذا الفارغ الكبير الذي صنع نمر عن بقية الأسماء الحاضرة والمتواجدة. لكنني أرى بمعية نمر يتقدم مكرم الذي بدأ يحذو حذو نمر لينطلق على المرتبة الثانية. يقول أنا قادم إليك يا نمر، لن أدعك وحيدا ترقص هنالك على البداية، فأنا قادم لموانستك لمبارزتك على المركز الأول. حاضرا بشعار هجر الشحانية غادم بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل بمتابعة البرنس من يقدم لنا مكرم على المركز الثاني. المركز الثالث معراض القادم بشعار هجن المرقاب، حاضر معراض بشعار هجن المرقاب بمتابعة خميس بن سعيد بن صالح بن سالم الزرعي على المرتبة الثالثة. ونحن بهذه اللحظات نتجاوز لافتة 3 كيلومترات لتنقضي مسافة 3 كيلومترات ولنبدأ برحلة جديدة وجولة جديدة مع المنافسة، مع التحدي، مع الانطلاق، مع تقديم النوعيات بالعروض الكبيرة المثيرة. المركز الرابع أتابع القادم مقامر الواصل بمقامرات هذه الرياضة، بمقامرات هذه الأصالة، ليكون حاضرا بمقامرات وبإنجازات وسجلات شعار هجن سيح السلم. من وضع هذا الشعار
على ظهر مغامر الحاضر والمتواجد والعابر بالنداء والانطلاق مع المركز الرابع. تعود ملكية مغامر لأجل سيح السلم بمتابعة أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. والمركز الخامس نتابع حملنا الكريم حمراني القادم مع المرتبات الخامسة، واصلا بالانطلاقات، واصلا بالفعاليات، واصلا متواصلا بشعار هجر الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عجيل، من يقدم لنا لبرنس اسمين في هذا الشوط، بل أكثر من ورقة رابحة بهذه الانطلاقة بهذه المسيرة، ليكون حاضرا مع المركز الخامس ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. نتابع أيضا خلف الخمس أسماء قادمة واصلة لا محالة، سيل جارث من قبل الزمور الحاضرة والمنطلقة بهذه المسيرة بقيادة فخر القادم بشعار هجر الشحانية، وكذلك مبلش القادمة بنفس الشعار والواصلة نحو المنافسة، نحو التحدي، نحو الانطلاق، نحو المعانقة للناموس. لنعود بحضراتكم الى المركز الاول لنتابع هذا الثنائي الجميل، لنتابع هذا الحوار الثنائي. الله هجن الشحانية تقدم لنا نمر، تقدم لنا مكرم ونمر ومكرم. هذا الشعار يحضر ويقدم لنا نجمين ساطعة في هذه الظهيرة مع المركزين الاول والثاني، ليكون نمر القائد، ولكن مكرم ونمر بنفس الشعار والملكية بمتابعة المشاقب بمتابعة البرنس. الله جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا مكرم الذي انطلق مع البداية، لكن شوف القادم معراض أبا وعارض ومانع بأن يكون هو القائد، هو الحاضر، هو المنطلق، هو المسيطر باللحظات الحاسمة، ليحذو حذو خواتم الحزبة، ليكون حاضرا بمعانقة المركز الأول، مسيطرا على البداية بشعار هجن المرقاب. قدم لنا المعراض بالمركز الاول بمتابعة خميس بن سعيد بن صالح الزرعي، من يتابع لنا تحديات البداية، ويقدم لنا معراض الذي ينطلق بهذا العرض الكبير بدون اي تعليمات، بدون اي اوامر. معراض وحجن المرقاب، هجن المرقاب، الكل يراقب ماذا تفعل هذه المؤسسة من تقديم نوعيات كبيرة، من تقديم اسماء مثيرة، من تقديم عروض مميزة رائعة في هذه المنافسات بهذه التحديات مع انطلاقات الكبار يظهرون في يوم الكبار في يوم الكبير ليتقدم معراض. لكن مكرم قادم، هجن الشحانية، الله معراض هجن المرقاب، مكرم قادم، هجن الشحانية، اللحظات الحاسمة باقي إلا قليل عن الناموس، خط النهاية يقف مرحبا بمعراض الخاطف للقب هذا الشوط. سلام هجن المرقاب، سلام وتحية واحترام على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف معراض لناموس هذا الشوط الثاني، والتبريكات للمضمر خميس بن سعيد بن سالم الزرعي على هذا الفوز المستحق، مركز ثاني مكرم لهجن الشحانية. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل لبصير لهجن الشحانية. المركز الرابع وصل نشوال لهجن الشحانية. المركز الخامس حمران لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسة، تابعنا التحدي، تابعنا العروض الجميلة من قبل معراض، من توج بهذه المسيرة. توقيته الزمني 9:52:28 جزء من الثانية. التهاني والتبركات لهجن المرقاب، ونهني المضمر الخميس بن سعيد بن صالح الزرعي على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف معراض على المركز الأول. المركز الثاني مكرم، توقيته الزمني 9:53.
أربعة عجز من الثاني الثاني والتبركات لهدي الشحاني والثاني جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث المصير من وصل على المركز الثالث توقيته الزمني لحظة الوصول 10 دقائق 7 ثواني، هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية محققا المركز الثالث 68 جزء من الثانية و7 ثواني و10 دقائق. هذا هو توقيت المصير الثاني والتبركات لهجو الشحاني والثانية لجابر بن سالم بن فاران على